وفي قول ولا تعصوني بمعروف فقد خص الطاعة بالمعروف وهو بأبي وأمي لا يأمر إلا بالمعروف، إلا أن هذا في دلالة قوية على أن الطاعة في الأصل لله وحده، والرسول مبلغ عن الله، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله لأنه مبلغ عن الله لو إلا وحي يوحى. وقد قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن لطاعة لمخلوق في معصية الخالق والطاعة في المعروف، فمن أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عصى ربه وخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مراتب منهما هو كفر أكبر، فيطيع المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أو يطيع المخلوق تطبيق الأنظمة الجاهلية وفي فرض النظم المخالفة لما جاءت به الرسل على العباد، هذا من الكفر الأكبر. ومنه ما هو كبيرة من الكبائر، وحينئذ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وإنما طاعة المخلوق تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.